أنا اسمي سيد محمد سيد محروس، أنا عندي 19 سنة. السنة دي أنا مدرس في معهد العالي للسينما سنة أولى رسوم متحركة، وأنا بطل الجمهورية في السباحة، يعني جايب مركز ثالث في سباق 50 متر ظهر ومركز ثالث في سباق 200 متر حرة في شهر 4 بطولة الجمهورية 2018. نفسي يعني حلمي من وأنا صغير إن أنا أكون بطل عالم في السباحة. انا برضه معزف طبلة ومغني في فريق الكورال فرقة الحفني. قلتلكم استنونا، واكيد هيكون معانا مفاجأة قد تكون معجزة. الحقيقة أنا مبسوطة جدا وفرحانة إن هو يعني اتكرم عليا ونورني النهاردة في الاستوديو. سيد محمد قاهر التوحد، إيه رأيكم بقى في التعبير ده؟ تعالوا بقى كده من نسمعه كده ونرحب بيه مع بعض. ازيك يا سيد؟ الحمد لله. عامل إيه؟ كويس. أنت مبسوط إنك معايا؟ لا، سعيد جدا بصراحة. يعني حبيبي انا اكتر، انا اكتر. ايه الحاجات الحلوه بقى والميداليات والقصص الجميله دي؟ احكي لي كده وقول لي وفرحني. هو وقصه يعني جسمك ملكك وحاجات كده، ايه الحاجات الجميله هو دي؟ انا عملت القصة دي حضرتك عشان يعني اعلم يعني اواعي اصحابي اللي هم يحافظوا على جسمهم، يعني من التحرش الجنسي، وما يخلوش اي حد اللي هو يقرب من جسمهم. يعني